فلما تقول جلسة هذا يعتبر كفر صريح، لأنه محاط به العرش، والله تعالى يحيط بالعرش صح، وهو يحيط بالكون كله، فهم علي؟ فيجب عليه التأويل. من تأويلات معنى استوى أننا نجد كلمة استوى ما قبل فيها خلق السماوات وما بعدها فيها خلق، فمعناتها استوى أي تمخ بالتمام، مثل ما تقول استوت الطبخة، يعني انتهت الطبخة، يعني استوى أي تم خلقه للعرش، لاحظ شلون؟ والعرش مخلوق، وليس لا يجوز أن يكون لا بالنوع ولا بالقدم بالنوع كما قال أحدهم، ولا بأنه مع الله تعالى دائما، وإنما العرش مخلوق من مخلوقات الله تعالى، لما خلق السماوات والأرض ختمها على شيء من المخلوقات، الملكوت هي العرش، هي العرش. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما عرج فوق السماوات السبع تجاوز العرش. ها؟ و